اليوم الكذبة الكبيرة اللي بلشوا فيها على الناس هي قصة البطاقة التمويلية، وطلع علينا دولة الرئيس المصرف الأعمال حسان دياب بخبرية بطاقة تمويلية ومؤتمر صحفي و750 ألف عائلة وقدامها مليون ونص ومليون، كل هالخبريات اللي مش مرتكزة على أسس مضبوطة. سؤالين، هل بطاقة تمويلية موبدك مولا؟ هل بطاقة تمويلية مين بده يوزعها؟ شو بتعطيهم للجامعات الكانتونات لترضيهم يحلوا عنك المذاهب والطوائف كده؟ مين بده يوزعها؟ بإشراف مين؟ ليه انت عم تقدر تجمع المجلس وزراء تبعك اللي كل واحد مش معروف كرعوبه مين متصل بالداخل او بالخارج؟ ما مين بده يتحمل مسؤوليتها؟ هلا فقت تعمل بطاقه تمويليه بعد ما خربت البصره؟ شو يا حبيبي؟ روح حاجة تضحكوا على الناس المعتره المشحره، بعدين احتياط الزامي واموال الدعم اللي بعد فيه مصارف البنك المركزي، الاحتياط الالزامي هول بتبقى بالبنوك لصالح الشعب اللبناني مش لالك هول ولا لحدا من 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 من, من اللي معكم. ما تكذبوا على الناس بالبطاقة التمويلية وما حدا يندق بالاحتياط الالزامي. ما شو بعد فيه بدك تعمل مطر؟ وهلا عودة الوعي تبعك اعمال اجتماع لمجلس الوزراء الهربانين ثلاث ارباعهم من تحمل مسؤوليتهم، خد قرار، جيب رياض سلام اسألوا وين المصريات، مصريات الدولة. شو هالخبرية هاي؟ عشان هيك ما تحطوا تعطوا اوهام للناس، دعم وما دعم، وين ما الدعم كله عم يطير. حلوا عن الناس، الناس بلا تاكل وعم مش عارفين كيف عم تلحق على حالها وعيالها، ما تكذبوا عليها. هاي البطاقة التمويلية املي دخانية كبيرة لتغطوا اشياء اكثر اخطر. طلع منا يا حسان دياب بكف اللي عملته.